هذا العمل منكم وهو قراءة القرآن، حفظه، تجويده، مجلسه، عمل مبروك، وأنتم كلكم إن شاء الله موفقون. أكو في الحديث الشريف عن الإمام الصادق يقول: يوم القيامة يقال لحفظة القرآن اقرأ آية ورقة درجة. في القرآن على المشهور 6660 آية. درج الجنة هكذا 6660. الأخ حافظ آية الدرجة، الأخ حافظ آيتين الدرجة الثانية، الأخ حافظ آية الثالثة درجة ثالثة. يقال لحافظ القرآن اقرأ آية ورقة درجة. إن شاء الله كلنا نكون هكذا إن شاء الله. لكن المهم أكو فرق شيء ثاني أيضا: قراءة القرآن، حفظه، تجويده، هذا عمل مبارك ونحن جميعا إن شاء الله مشغولون به. فالشيء آخر أكو وهو العمل بالقرآن الذي سبب تقدم المسلمين الأولين وفتحوا الدنيا. العمل بآيات القرآن، يعني أي آية في القرآن الحكيم المسلمون عملوا بها فتوسعوا وتقدموا. وإلا في اليوم الأول كان النبي وحده، والثاني علي، والثالث خديجة زوجته، 3 أشخاص، ثم أخذوا يعملون بالقرآن حتى تقدموا هذا التقدم الهائل. الآن في العالم أكو 2 مليار مسلم، يعني الآن ثلث العالم مسلمون. لأن المشهور الآن عند العلماء أن المسلمين 2 مليار، والمشهور أن مجموع البشر في العالم 6 مليارات. يعني المسلمون كم؟ ثلث البشرية. سبب هذا التوسع هو العمل بالإسلام. أما الآن ماكو عمل بالإسلام، ماكو عمل بالقرآن. الآن أمثل لكم مثال. أنا شخصيا قبل 50 سنة أذكر في العراق، يعني كنا في العراق كما تعلمون، الأرض كان لمن عمرها. أكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض لله ولمن عمرها. يعني أنت تبني حوش على الأرض مباح لك، الأخ يبني حمام على الأرض مباح له، الأخ يبني بستان على الأرض مباح له. هذا في زماني كان هذا، يعني مو إسلام البعيد، إسلام إلى زماننا كان. حتى أحد أصدقائنا الشيخ إبراهيم وكثير منكم تعرفونه كان في الكويت وتوفي عن قريب. هذا شو فرد حوش. أنا شخصيا رحت إلى زيارته وهنئه، قلت: شلون بنيت هذا الحوش؟ قال: الأرض لله. الحوش أنا بنيته باللبن، لبن يعني خشة خام، يعني كل حوش ما صار في ذلك اليوم حتى بمقدار 1800 مصر. أنا راح الزيارة. صارت العرض للدول خلص ما يتمكنوا من العمل. العرض لله ولمن عمره. فآية من القرآن سقطت موقف. لهذا المسلمون الآن في حرج من الأرض، من البناء، من الحوش. احنا شخصيا كان والدي الله يرحمه يعمر دارنا تقريبا في العقد المائية، قسم منكم تعرفون، فكل سنة قريب الشتاء يعمره، يعني يرممه يصلحه. أبدا إجازة ما كان يريد، أشكر يرمه وخلاص. لكن الآن تريد تعمر دارك، ترمم بنائك، لازم تأخذ إجازة وتدفع فلوس. الأموات إلى الآن في الخليج أبدا ما يأخذ منهم فلوس. الأموات تريد تدفع ميتك في الكويت، فلوس ما يحتاج. في الإمارات، في مسقط، في قطر، في دبي، في شارقة، في السعودية ما يأخذون فلوس. لكن الآن صار في العراق ميتك إذا أردت أن تدفنه يحتاج إلى فلوس. لماذا؟ فالعمل بالقرآن سقط. شيء آخر، أكو حديث ثاني عن رسول الله، إذا أمثلة هواية أكو، أنا أختصر. الحديث الثاني يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني أخذ معدن الملح، ملح إلك، أخذ من البحر أو النهر سمك إلك، أخذ نفط إلك، أخذ من الغابة أشجار إلك. الآن كل صار ممنوع، كل ممنوع. ولهذا الشباب ما يتمكنوا من الزواج، يعني ما عنده حوش. الشباب ما يتمكنوا من الزواج، يعني ما عنده عمل. فكل شيء صار بإجازة الدولة. هذا قانون غربي، جاءوا بهذه القوانين إلى بلادنا ليحطموا الإسلام، وحطموا بالفعل. الآن إسلام مو ذلك الإسلام. الآن أمريكا هي الحاكمة في العالم، مو المسلمين خلاص. نحن سواء سببنا أمريكا أو ما سببنا هي الحاكمة، لأن نحن حطمنا عزنا، سعادتنا، قرآننا. نحن يعني المسلمين ها، صلاة نصلي، صوم نصوم، حج نحج، لكن القرآن مو بس صلاة وصوم وحج. أخوي قسم منكم تعرفوه، أستاذ حسن الله يرحمه، ظهور احنا قاعدين على الغداء مائدة 45 سنة قبل. أجل الحوش وقال للعائلة: أنا أريد أروح للحج. روح عصر، ركب السيارة وراح للحج. بس هذا هو، مثل ما تقول الآن أنت أنا أريد أروح من قم إلى طهران، تركب سيارة وتروح. لكن الآن حج نفس الشيء، حدود جغرافية ماكو في بلادنا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة. الآن صرنا 1000 أمة، مو أمة واحدة. الآن الأرض لله راحة. الآن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به راح. لا نعمل بالإسلام قهرا، الله تعالى لا يحترمنا. حديثك عن علي في نهج البلاغة: وأنتم أغلبكم مثقفون. علي يقول: المسلمون يعرضون عن القرآن فيعرض الله عنهم. يعني الله معرض عنه، هذا هو من يعمل بالقرآن. أنا شخصيا قصتي، أنا كنت في العراق نشتري شيش كباب، الكباب المعروف، بفلس واحد وخبز فلس واحد. أنا كنت شخصيا، أنا كان عندنا فرد رجل اسمه علي كبابي، قسم منكم تعرفوه، كان يبيع كباب، فأنا كنت أشتري منه كباب أحيانا، يعني مو كل يوم. شيش كباب فلس، خبز هم فلس. أنا أذكر الآن نفس ذلك الكباب في نفس كربلاء 500 دينار الكباب الواحد، يعني 500,000 ضعف. هذا شنو؟ هذا صدام جاء فلوس العراق أكله اصطرف به. الآن صدام عنده 100 قصر، كل قصر أقله $1,000,000,000 وأكثره $3 مليارات. أقول شوف هذا شنو معناه؟ هذا معناه كل الناس فقراء. الآن كل الإنسان فقراء حقيقة. إذا تروح النجف أو تروح إلى كربلاء أو إلى كاظمية شوف أغلب المدينة خراب، بس صدام جايبيه ويقتل الناس، اقتل هذا اقتل هذا اقتل هذا، هذا معروف بعد. فلما ترك القرآن ترك احترامنا، يعني ما عندنا احترام خلاص. هذا مو شيء واحد ولا اثنين ولا 4 ولا 10. أحكام الإسلام كلها طار. تحفظون القرآن كلش عمل طيب، وإن شاء الله أنتم ونحن نصل في يوم الإعادة إلى القرآن. اشتكوا الناس إلى علي عليه الصلاة والسلام أن حاكمك في دمشق. علي عند حاكم في دمشق، أن علي كان كل بلاد الإسلام تحت نفوذه. قالوا حاكمك في دمشق بالأسبوع يوم ما يحضر صلاة. من والي علي؟ علي طلبه، قال صحيح أنت ما تحضر في أسبوع؟ قال إيه صحيح ما أحضر. علي قال له لماذا لا تحضر؟ قال أنا ما عندي إلا ثوب واحد، ويوم الجمعة أغسل هذا الثوب، ما عندي ثوب أروح للصلاة، ولهذا أبقى في البيت. هسه اكو حاكم عنده ثوب واحد؟ الحكام مليارات عندهم، كل بوب مال الناس، كل بوب. نفس عليا كتاب اكو اسمه الغارات، كتبوه حول علي وكيفية حكومته صلوات الله عليه. هناك مكتوب اقروا هذا الشيء. شاب يقول ذهبت مع والدي إلى مسجد الكوفة، قال نروح إلى صلاة علي صلوات الله عليه. يقول رحنا إلى مسجد الكوفة، ما كنت شايف أنا علي بن أبي طالب، لأول مرة شفت عليا. علي كان ثوب لابس، ثوب هالثوب يهف بهالشكل. يقول أنا تعجبت. الشاب يقول هذا موجود في كتاب الغارات، يقول أنا تعجبت إلوش يسوي هالشكل علي، فوق المنبر قاعد ويخطب ويسوي هالشكل يوم الجمعة. قلت إلوش هذا؟ سألت من والدي، والدي قال علي وهو أمير المؤمنين وحاكم على 50 دولة، عراقا إيرانا مصرا باكستان، إلى 50 دولة علي حاكمها. قال علي لا يملك إلا ثوب واحد وغاسل هالثوب، الثوب مبلل ولهذا يهف به حتى ينشف. هسه حكامنا هالشكل، حكام المسلمين أعرضنا عن الله، اللهم أعرض عنا. هذا علي نفسه في نهج البلاغة يقول إن الله لا يخادع، يعني إنسان ما يتمكن يخدع الله. يقول لا إحنا مسلمين لا نصلي ونصوم وكذا، لا لا الله لا يخادع. في نهج البلاغة هذا اقروه. مشكلتنا نحن المسلمين، ونحن الآن 2 مليار، ولا حول لنا ولا طول أبدا في أي بلد من بلادنا. شنو هذا هو؟ القرآن كان عزنا، أخذنا به فرفعنا، تركنا فسقطنا. الضوء طفي خلاص يصير ظلام، الضوء إذا أطفأته يصير ظلام. القرآن مطفي الآن. أنتم تحفظون القرآن، تعملون بالقرآن، تجويد القرآن، تهتمون، هذا كلش عمل حسن، كلش عمل حسن. وإن شاء الله يشفعنا يوم القيامة، نفس القرآن. لكنه لماذا سقطنا؟ لعدم العمل بالقرآن، عمل بالقرآن مو موجود. والمهم أنت ماخذ نسخة الطبيب، تقرأ مهم أو تعمل به مهم، تقرأ لا بأس به، لكن يجب عليك أن تعمل به حتى تشفى من مرضك. وهكذا القرآن، في القرآن الله يقول وشفاء لما في الصدور، شفاء. الشفاء أكو الآن لمك إن شاء الله. عملنا بالقرآن يسبب لنا رجوعنا إلى العمل بأحكام الإسلام وأحكام القرآن. إذا صنعنا هكذا القرآن يرجع علينا ونحن نرجع إلى القرآن. إذا على حالتنا اللي هسه فلسطين كذا، شيشان كذا، إلى آخره، أفغان كذا، هذا اللي تعلمون كلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين الحكام الذين يعملون بالقرآن. المسلمون أجوا من مدينة إلى بغداد يريدون فتح فارس، ما أدري قسم منكم يقين رايحين إلى قبر سلمان الفارسي في بغداد. نهر هنا، نهر عظيم، نهر دجلة، وأيام الفيضان كان النهر كلش واسع، قسمكم اللي شايفين تذكرون. المسلمين ماكو، جسور ماكو، سفن هم ماكو، شنو يجون؟ قسم منهم قالوا أنه نرجع للمدينة، قسم قالوا إحنا ما حاربنا بقوتنا وإنما حاربنا بأمر الله، ماذا نصنع؟ وايهم كانوا 10,000 جيش. قالوا نلقي بأنفسنا في النهر ونعبر والله معنا. الفرس كانوا واقفين ذاك الصوب من النهر يباوعون شو يسوون هذول، المسلمون واقفين هالصوب من النهر يفكرون. فرد يوم يومين ما تجرؤوا، بعد ذلك صار بناهم عبور النهر بلا سفينة وبلا جسر، وهم لا يعرفون، لأن في المدينة ماكو نهر حتى يسبحون فيه، لا يعرفون السباحة. فأخذ كل 10 20 بأيدي بعضهم البعض وألقوا أنفسهم في النهر، والنهر فيضان غريب، لكن 10,000 إنسان هالشغل صنعوا. الفرس لما شافوا وهم ذاك الصوب أخذوا يقولون باللغة الفارسية ديوها آمدند، يعني جاءوا الغيلان، راحوا وعبروا وفتحوا المدائن، لأنه مع الله، لأنه يعتمدون على الله، مو مثل إحنا نقول قال الله ونقول الله فرشي قال إحنا فرشي. المسلمون في ذلك اليوم كلهم كانوا يقولون قال الله، صح كلام الله، يعملون بأحكام الله بأحكام القرآن، لهذا الله أنجحهم. الله لا ينجحنا لأن نحن لا نأخذ بكلام الله، هذا هو، هذا قانون، وهذا جائز وهذا مو جائز، وهذا صحيح وهذا مو صحيح، وهذا الشيء اللي تعرفه بعد. كل بلاد الإسلام هالشغل صار، نحن اللي نحفظ القرآن، نقرأ القرآن، خلي مقابل القرآن لازم مرة ثانية نعمل بالقرآن. يعني القرآن شنو يقول؟ نحن نعمل به. إذا عملنا بالقرآن الله يهدينا، يأخذ بأيدينا، يرفعنا، لأن العزة لله تعالى. إذا أخذ الله بيدنا يرفعنا، إذا ما أخذ بيدنا هالشغل نصير اللي الآن صايرين كل مكان. أذلة قبل 4 أيام تذكرون جماعة راحوا إلى فلان مكان في أندونيسيا غرقوا، كلكم سمعتوا. هذول مساكين أرضهم بلادهم ويخلوهم مجبورين يروحون للخارج، هذا معنى. بينما في الإسلام يقول إنما المؤمنون شنو؟ إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. المهاجرون من مكة جوا إلى مدينة، النبي آخى بينهم، أنت المهاجر زيد وهذا المهاجر عام إخوة، وهكذا وهكذا صارهم إخوة. مهاجرون لما جاءوا إلى المدينة ما عندهم شيء، بس هم ملابسهم جاءوا، كل شيء ما عندهم، لا دكان لا محل لا شيء، كل شيء ما عندهم. النبي آخى بينهم، هذا أخ هذا، هذا أخ هذا، هذا أخ هذا، وهكذا كما تعلمون سمعا. أسد الغابة فرد كتاب في أحوال الصحابة. هذول شنو كانوا؟ شلون عملوا؟ المهاجري جاء إلى دار الأنصاري، الأنصاري عنده دار في المدينة، الأنصاري قال للمهاجري اسمعوا هالقصة، هذه في أسد الغابة موجود هالقصة. الأنصاري يعني أهل المدينة قال للمهاجري أهل مكة، قال يا أخي أنت ما عندك شيء، أنت شريك في داري، الدار اللي عندي أنت وأنا، أنت بنص أقعد أنا بنص أقعد. الثاني أنت ما عندك كسب، أنا عندي دكان في السوق، روح إلى كسبي، نصف الدكان إلك نصف إلي، هذا ينجرع طبيعي. الشيء الثالث قال له منو؟ قال المدني يعني الأنصاري، قال للمهاجري جاي من مكة، قال يا أخي أنت ما عندك زوجة، أنا الأنصاري المسلم قال في المدينة لي زوجتان، ذاك الوقت آية الحجاب هم مو منزولة بعد، يعني آية الحجاب بعدين نزلت، انظر إلى الزوجتين شوف أيهما أجمل وخذ لك، والزوج اللي مو أجمل لي. هالشكل كانوا، هالشكل تقدموا. اليوم هم خلي نصير هالشكل، احنا نفس الشيء نتقدم. كلما وضعنا المصباح يصير نور، كلما وضعنا المصباح يصير ظلام. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا كالمسلمين في هذا اليوم أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هاي دنيانا وآخرتنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نقرأ القرآن، نجود القرآن، نحفظ القرآن، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.